البنت الصغيرة يا ترى هي جاهزة تتحمل مسؤولية؟ ما أعتقدش، بتبقى مش جاهزة. الفلوس، لما بنتجوز صغيرين بيبقى معناش فلوس علشان لسه بنشتغل ولسه بنحاول نكون نفسنا ولسه احنا مستعدين وعندنا فرصة ان احنا نصرف على البيت. طبعا الناس لازم تبقى فاهمة، مش لازم نتجوز يبقى كل حاجة في البيت موجودة، مفيش حاجة في العالم بتقول كده، لا، ممكن نتجوز والبيت ناقصه حاجات كتير ونجيبها مع مرور الوقت. محدش يستعجل في ان هو عايز كل حاجة تبقى موجودة، مفيش حد بيتجوز كل حاجة موجودة، بالعكس ان الناس تبني مع بعض دي حاجة جميلة جدا. ما ننساش ان طبعا لما البنت بتتجوز صغيرة ولو خلفت بيجي لها اكتئاب، اكتئاب ما بعد الحمل والولادة، ودي كمان نقطة مهمة جدا. يا ترى الأب مستعد أو هيعرف يتعامل مع النقطة دي كويس ولا لا؟ التعامل مع النقطة دي محتاجة خبرة، فدي كمان من النقط المهمة جدا في مشاكل الجواز البدري. برضو مش كل اللي اتجوزوا بدري ما نجحوش، لا، في ناس اتجوزت بدري ونجحت، ولكن انا بتكلم على عموما الناس اللي بتتجوز بدري بيبقى عندها مشاكل من النوع ده. انا احب فعلا ان الناس تشاركنا تجاربها علشان اللي بيسمع يبقى عارف ايه الميزات وايه العيوب.